أنا دكتور ماجد الجمالي، أخصائي تقاعد حيوي بكلية الصيدلية جامعة دمشق. اليوم طلب مني أنه أتحدث عن الخلايا السرطانية الجذعية اللي هي بالنسبة للكانسر ستيم سيلز. هذه الخلايا هناك الكثير من الغموض حولها، حول آليات يعني تشكيلها. يمكن القبول عموما أنها بالأساس هي خلايا جذعية استحالت أو خضعت لعملية ما يسمى بالترانسفورميشن، الاستحالة إلى خلايا سرطانية جذعية بأنها امتلكت بعض الطفرات أو الشذوذات الصفرية إلى ما هنالك، إلى أن تحولت إلى خلايا سرطانية جذعية لديها قمون بأن تنتج سلاعف بروجينيتورز للخلايا السرطانية، والتي فيما بعد تتحول إلى خلايا سرطانية متكاثرة ومنقسمة بسرعة كما هو معروف في مرض السرطان. تكمن أهمية هذه الخلايا في الحقيقة عندما نعرج على موضوع المقاومة للأدوية. كما نعلم أن الخلايا السرطانية هي تعالج، وكما هو الحال في مريض السرطان، نعالج بالكيموثيرابي أو المعالجات الكيميائية. هذه المعالجات أو الأدوية الكيميائية تستهدف عادة الخلايا المنقسمة بسرعة. وهنا يكمن الفرق بين الخلايا السرطانية الجذعية والخلايا السرطانية غير الجذعية، والتي هي بروجينيتورز إلى ما هنالك. فالخلايا الجذعية السرطانية تمتلك مقاومة عالية للأدوية الكيميائية التقليدية، وهناك عدة آليات. من أهم هذه الآليات أن الخلايا الكانسر ستيم سيلز تمتلك مستوى عال لتعبير المورثي لمورثات مثل ما يسمى بالمالتي دراج ريزيستنت جينز او ام دي ار جينز، والتي هي مورثات تشفر بروتينات تقوم بضخ المواد الغريبه للزينوبايوتكس التي تدخل الى الخليه الى خارجها، ومن ضمن ذلك الادويه الكيميائيه، اي ان هذه الخلايا تعود وتضخ الادويه الكيميائيه خارجها، وبالتالي لا تستجيب لعمليه القتل الخليه التي تقوم بها هذه الادويه. هناك ايضا فرق اخر، ان معظم الادويه الكيميائيه التقليديه تستهدف خلايا في الطورين اس وام من دوره حياه الخليه السيل سايكل، بينما نعرف من المعروف ان الخلايا الجذعيه في العاده تعيش في الجي 0 جي 1 وتتنقل بين هذين الطورين، ربما بالجي 1 اكثر. وهذه الادويه بالتالي الادويه الكيميائيه لا تؤثر في هذه الخلايا التي في عاده ما توصف بالهدأة او الكويسنس بانها خلايا غير منقسمه. لكن هنا تكمن المشكله الكبيره في الحقيقه، أنه عندما نعالج مريض السرطان بالأدوية الكيميائية فإننا نتخلص من معظم الخلايا السرطانية، لكن الخلايا السرطانية الجذعية هي تبقى معندة عن المعالجة، وبالتالي قد تكون هي مسؤولة عن عود النكس وعود الإصابة بعد المعالجة بنفس المرض، أي أن هذه الخلايا لا زالت موجودة أولاً، ولا زالت تمتلك القمون لتوليد الخلايا السرطانيه فيما بعد بعد الخضوع للمريض للمعالجات الكيميائيه. هذه الخلايا تتصف بندرتها، وهذا اكبر تحدي في الحقيقه في عزل الخلايا السرطانيه الجذعيه. قد تكون واحده من 10,000 خليه أو ربما أندر، وهنا وبالتالي طرق فصل وعزل هذه الخلايا تعتمد على العديد من المستلزمات الخلوية لتعريف هذه الخلية بالذات. في مجال بحثنا نحن نستهدف عزل وتلميد وزرع هذه الخلايا السرطانية الجذعية وإكثارها، ثم إخضاعها إلى معالجات توليفية مختلفة، والهدف والأمل في الحقيقة أن نستطيع أن نحدد معالجة تستطيع القضاء على الخلايا السرطانية وأيضا الخلايا السرطانية الجذعية، لننهي الكمون الموجود المتبقي في هذه الخلايا السرطانية الجذعية بعد المعالجة لتوليد خلايا سرطانية وعود النكس أو الريلابس مرة أخرى.